السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا تسجيل الفيديو ما له علاقة بالدورة أو شيء، وإنما لاحظت أنه في مشكلة فعلا كبيرة، أنه العراق غير موجود في لستة الجوجل بلاي ديفلوبر. يعني جوجل بلاي ديفلوبر هي أنه أنت تنشئ تطبيقاتك على جوجل بلاي، أوكي، لما تفتح التطبيق الجوجل ممكن أنه تجد تطبيقك فيها. والمشكلة الثانية أنه لاحظت في كثير منتديات، في كثير، طبعا انا ما اقصد اساءة باي منتدى بليز، لكن انا فقط اريد اوضح لكم السبب، انه في ناس بتطلب يعني وسيط مالي معتمد حتى يفعل جوجل بلاي، اوكي، وعدم غلق الفيزا وحساب، وفي ناس بتطلب من عنده مبالغ وفلوس كثيره. لاحظت هذا الشيء. كذلك حتى في الستاك اوفر فلو، لاحظ هنا اكو في واحد بيقول انه انا عملت ابلكيشن لكن ما استطيع، انه لانه العراق غير موجود من ضمن قائمة الدول في الديفلوبر كونسول. وفعلا هاي حقيقة، وفعلا هي غير موجودة في الديفلوبر، وما اعرف اذا بقية الدول موجودة او لا، لكن هذه الفيديو، عفوا انا كل مرة اقول دورة لان انا بعمل دورات، الفيديو انا عملته خصيصا للناس اللي ما موجودة دولها من ضمن قائمة جوجل ديفلوبر كونسول. فحعلمك طريقة كيف تعمل هذا الشيء. لاحظ حتى الانسرز محبطة جدا. اذا كانت دولة غير موجودة من ضمن لسة جوجل بلاي، معناته انه الدولة ما تسمح لك انه، او الجوجل بلاي ما تسمح لك انه ترفع اي تطبيق على البلاي ستور، اوكي، انه تحتاج واحد اخر في دولة اخرى يساعدك انه يعمل لك اكاونت وما اعرف شو. طبعا هذا اي واحد اذا شافه، ليس أي واحد، أغلب إذا شافه حيصاب بالإحباط ويبدي يتصل بصديقة في دول أخرى ويحاول يفتح الأكاونت. الموضوع سهل عزيزي، أنا حاليا من داخل العراق، أوكي، أنا من داخل العراق وحطيك الإثبات. لو ذهبنا إلى جوجل ماب بس حتى تتأكد، جوجل، أوكي، this is جوجل، وخلونا ندخل على الماب، مابس الخرائط، أوكي، هذا جوجل مابس، جميل، هيشتغل شوية، أصبروا. فالمشكلة أنه في ناس صار عندها إحباط، ولاحظت كثير، فأتمنى أنه هذا الفيديو تعملوه الشير حتى الناس أيضا تستفاد خطية، لأنه لاحظ that's it كركوك، أوكي، وجدني أنه أنا موجود في كركوك، وكركوك هي أحد محافظات العراقية، أوكي، وممكن تستفاد من هذا longitude واللاتيتيود حتى تتأكد أكثر أنه أنا لوكيشني من العراق وليس من مكان آخر للتأكيد، حتى تقول أنت في دولة أخرى لهذا بيتفعل عندك، لا، أنا من داخل العراق مدينة كركوك. الفكرة من التعليم اليوم هي أنه كيف تعمل جوجل بلاي ديفلوبر، اللي هو عن طريقة تحمل ملفاتك على جوجل بلاي. طبعا تكتب فقط جوجل بلاي ديفلوبر، تضغط على أول واحد جوجل بلاي ديفلوبر كونسول، وحياخذك للساين اب، أوكي. أنا عملت طبعا هذا أكاونت عادي ديفلوبر تو إيراك، فتعمل أجري كونتينيو تو بايمنت. في البايمنت حيظهر لك مجموعة أشياء، طبعا حيظهر من عندك الدولة والولاية وما أعرف إيش. لما أدخل هنا أنا ألاحظ أنه العراق غير موجودة، طبعا ما تروح تلقى كلمة عراق، أوكي، لاحظ هنا مثلا إمارات، العراق غير موجودة نهائيا، وفي دول كثيرة غير موجودة، ما بعرف انه في دول اخرى غربية او اجنبية غير موجودة، ما اعرف، لانه انا بعمل شرح باللغة العربية. فالدول العربية الغير موجودة في ضمن قائمة جوجل بلاي، كل اللي انت تحتاج تعمله انه مجرد العنوان الفوترة هو نفس الاسم والمكان والمنزل، هنا هذا شيلها، اوكي، شيلها هذا، وقبول ومتابعة، أعمل إلغاء مرة أخرى، أضغط على البيمنت، أوكي. هنا حيطلب من عندك الدولة، اختر أي دولة أنت بدك إياه، يعني مثلا فلتكن for example، عفوا، فلتكن أنا اختاري طبعا تركي لأنه أنا بالعراق، فأقرب دولة لي هي تركيا، وممكن تختار أي دولة عربية أخرى على فكرة، هم يصير تركي حرف التاء، اوكي، هو ليش بيتحول للعربي؟ انا لان دائما متعود على الانجليزية، اوكي، الدولة التركية ممكن اطلعها عن طريق اللون الاحمر،
طبعا المغرب موجودة، تونس موجودة، هاي الدول عادي. فهنا بتركيا حيطلب من عندك الاسم، اوكي كيف تطلعها؟ طبعا قبل أن ندخل بالاسم في عنده الرمز البريدي، يحتاج رمز بريدي. تعرف احنا في العراق ما عندنا رمز بريدي، ما تصور عندنا رمز بريدي، وما يتعاملون على العموم، اذا يتعاملون وما يتعاملون. هاي الدولة هي مطلوبة من عندك في الاعدادات الجوجل بيمنت. فانت اذا هنا تذهب الى تكتب فقط مثلا تركي او اي دولة انت اختاريتها، اوكي مو شرط اللي عندي، بوستال كود، اوكي نعمل انتر. هنا هذا اللي هو geonames.org، هذا الموقع بيطلع لك البوستال كود لتركيا او اي دولة اخرى اعتيادي، ما عندك مشكلة. نضغط كليك، اوكي البوستال كودز. طبعا شو هذا، شو طلع بهذا الشكل؟ لا ارجع خلينا نشوف هذا اللوك اب الثاني اختيار اللي هو بوستال كود باي. لاحظ هنا محافظات كثيرة موجودة، فلناخذ مثلا اسطنبول. خلونا نشوف، لاحظ هذا معطيك اللوكيشن وبوستال كود. تمام، ممكن اني اخذ هذا هذا البوستال كود، اوكي اسكندر باشا، كوبي، ارجع هذا خلقه محتاجه، واضع فيها عنوان الشارع، اوكي واكتب هون اسطنبول، اوكي وهنا الرمز البريدي. ايه اكيد، واحنا دخلنا على مود الرمز البريدي البوستال كود، اوكي وحيسألك عن حي، مثلا تقدر تقول له اسكندر باشا يعني انه، وتاخذ هذا الحي، اوكي او لا الحي هو فاتح، اسطنبول فاتح، منطقة فاتح، بيست، وهنا ادانا انت تختار اسطنبول this one، اوكي هنا تكتب الكريدت كارد. طبعا لازم تكتب الكريدت، بطاقة الكريدت كارد. طبعا انا ما استطيع ان اكتب لك الكريدت كارد اللي عندي، اوكي بتكتب الكريدت كارد، طريقة الطبع، ورمز الامان اللي هي 3 حروف فقط، اوكي والسنة مثلا بهيك شكل. طبعا هذا بطاقة الائتمان غير صالحة لانهم عندهم تشيكينج، اوكي فلتكن بطاقة الائتمان مثلا 1 2 3 4، هو بهالشكل يكون 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4 مثلا. طبعا هو حيتأكد انه بطاقة الائتمان غير صالحة لانه انا وضعت فشي خطأ. فهنا تعمل قبول ومتابعة. طبعا ما راح يقبل القبول والمتابعة هنا لانه انت عندك مشكلة. بس شنو ممكن انه انت لو وضعت الكريدت كارت الصحيحة، انت من اهل العراق طبعا، العراقيين، انا عندي كريدت كارت عراقي عملته من بنك محدد، فكونه بالعراق ما راح ياخذ هذا الانفورميشن نهائيا، حيقول انه هذا الكارت ما له علاقة بالموضوع، ما له علاقة في تركيا. كل اللي راح تعمله انت فقط عنوان الفوترة هو نفس المكان واسم المنزل، تشيل الصح، اوكي شيل الصح من هذا السكشن وابدأ. لاحظ هو عملها بشكل مستقل، عملها يعني بشكل آخر، أوكي بعد ذلك تضغط قبول ومتابعة. عادي انت اترك هذا الكلام اللي مكتوب هنا، صح انت قمت بإدخالها اسم وموقع المنزل، لكن هو هذا الصح اللي بيعمل لك مشكلة. عنوان الفوترة هو نفس الاسم ومكان المنزل، شيل هذا الصح، لأن الكريدت كارت والفيزا كارت ما لها علاقة بالمكان، بمعنى انه انت في دولة ما لها علاقة بالفيزا كارت اللي انت بتتعامل معها. فبأيك حالة انت بس مجرد تشيل هذا الصح وتكتب العنوان مالتك وتقول قبول متابعة. انا عملت هاي الطريقة ونفعت معي ونجحت وحصلت على الجوجل بلاي، اوكي حصلت على بوستل جوجل بلاي. لكن هنا انت لاحظ عندنا بطاقة ائتمان خطأ، فذاتس ات، هذا فقط اللي حبيت اوضحها لكم. اوكي ان شاء الله تكون استفاديته. اهم شيء هذا الصح تشيله، لا تنساها، احد يقول لي ما صار معي، لا شيل هذا الصح لا تنساها، لانه حتى يفرق بين الفيزا كارت انت بتدخلها وعنوانك انت، حتى يقول انه ما لهم علاقه ويبدي يقطع. انا عملت هاي الطريقه نفعت معي، واحنا ما اعرف هذا اللي هو خطا. anyway فيا ريت انه توصلوها للناس وتوصلوها لكل اصدقاء، لانه حرامات انه في ناس يعني بتنذل عن جد، وفي ناس بنقهر عليها كثير لانه هي دولتها مو موجوده من ضمن القائمه جوجل بلاي. اوكي شو يعمل يعني، يتوسل في ناس ويحاول يحصل، هو حرامات، يجوز يكون مطور جيد، يجوز يعمل لنا تطبيقات تدهش العالم، فحرامات انه نمنع من هاي الفرصه. اذا ساعدوهم واعملوا شير واعملوا لايك. لهنا نوصل للنهايه، مع السلامه.